ايه وسيدي، من اللي الخلوة وعموك كما قلنا في القصة وزايدين فيها. وهالفيديو كان هديه للمغاربة والجزائريين والأصدقاء اللي عندي في بلعباس وفي سعيدة وفي وهران، والناس اللي متبعين المغاربة والجزائريين، وإحنا رحنا خاوة خاوة، ما كان لا عدا ولا ولو، خاوة خاوة ومحبات الله ونسوبية وأصدقاء. يوضرك عاد نوليو القصة نكملوها، فين رحنا غاديين؟ شوف مول الخير كي يسرالو. أرانا يا سيدي، قال له شكون اللي داعي شكون المدعي؟ ها وين وضع عمو؟ قال له أنا اللي داعي هذا القرع. مالو؟ قال له ولد خويا ومات باه وماتت أمه وخلاوه يعني مولاه 6 سنين في صغير، وقلت انا ما نطلقوش لواحد اخر غادي يتكرفص عليه، اللهم يانا غادي نقول له يسرح عندي. سارح عندي ب 14 خروف، 4 نتاع الجديان، الكسوه والماكله. ايه قال له واحد النهار ويجيوني واحد البانضيه واحد الشفاره واحد المقطعين واحد مساخيط الوالدين. ايوا قال له انا نجري عليهم. ملي جريت عليهم ناد هذا القرع بغى يولي يعريه الكرام كيما باه، قال لي دير لي دير لهم طبسي طعام واحد الطير تاع الدجاج وراني غادي نسرح لك عام باطل. ايه عمو قال له شوف يا القرع بغى يعريك الكرام كيما باك. ويرنوض المرأة ديال عمو قالت له اسمع، هو سارح سارح، اعطيني واحد الخروف من الخرفان ديالو وانا غادي نعطيك واحد الديك ودير لهم عشاهم وخلي القرع يسرح. قال له روح جيب لي فك القرع. القرع جا مولي عند هارون الرشيد، لما جا مولي عند هارون الرشيد وما عارفوش هو والوزير نتاعو، قال لهم الحمد ربي راه العشاء ديالكم راه يوجد. ايه قال له سيدي درت لهم العشاء، الطير نتاع الدجاج والطبسي نتاع الطعام، وتعشاو اكلاو وشربوا، والصباح القرع ما بغاش يسرح. وهلو هارون الرشيد قال له انت درت هادشي مع عمك؟ قال له سيدي انا ما نكذبش، الكذب شر المعاصي، انا درت معاه باش غادي يتعشى يدير لهم العشاء، وفعلا تعشاو، ولكن ما درتش معاه واحد الحاجه. اما هي ما درتش معاه باللي غادي يجي يتعشى معانا. هارون الرشيد بغى يشوف شيباني واش يكذب اش يقول الصح. قال له اجي وانت تعشيت معهم؟ قال له نعم سيدي ما غاديش نكذب، تعشيت معهم. ومني قلعت من الديك؟ قال له قلعت الطابق نتاع الديك. الطابق ايه؟ وقال له هادشي سهل، ما كان حتى مشكل، غادي يتحكم عليكم المحكمه ديال جلاله الملك هارون الرشيد. ايه باللي القرا غادي يسرح العمو عامين باطل. ها والقرع دار فيه. قال له شت عمو، قال له شت القرع ما بغيتش تسرع عامين عام، ها هي الدوبلت لك عامين، ولكن بواحد الشرط. اما هو القرع غادي يقبض السيف وغادي يقلع العمه الطابق. كي قال القرع قال له يا الملك عامين قليله ديال 4 سنين، ولكن اعطيني السيف نقلع لامه الطابق ينعلبوه الكلب. عمو ملي سمع الطابق ينقلع قال ولد خويا زعما انت ولد خويا وانا عمك وراني سامح لك ورزقك كامل راه عندك. قال له ما تسمح لي ما نسمح لك، ما عندي با ما عندي عائله ما والو، انا ميت ميت، اعطيني السيف نقلع لامه الطابق. قال له عمو نعطيك الغلم؟ قال له ما عندي ما ندير بها. نعطيك البقري؟ قال له ما عندي ما ندير به. نعطيك الجمال؟ قال له ما عندي ما ندير به. نعطيك الخيل؟ قال له ما عندي ما ندير بهم. نعطيك البلاد؟ ما عندي ما ندير بها، انا نقلع لامك الطابق وصافي. المحكمه حكمت. اوليدي الله يهديك انا عمك خو باك. قال له ما كان لا عمي ولا والو، يعطيك العمى واش انا منين جيت انا يا عمك؟ عمك مفوت، عمي مفوت عليها التكرفيس. انت قالوا الرشيد قال له صافي القرع، ملي عمك غادي يسني على كل شيء علاش بقيت كاره؟ قال له باغي نقلع العمو العمي الجنب ديالو، انا ما نعرف فيه والو والو، مشومر مشومر. قال له صافي يا سيدي راني سمحت له. قال له سمحت له؟ قال له واه. قال له سنيه، هو سنيه
خرج والولجه داخل. السلام عليكم سيدي. قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اش تبغيت يا سيدي؟ قال له يا سيدي هذا القرع مسخوت، ولد الحرام ما فيه خير. علاش؟ علاش؟ عندي واحد الوليد في عمره 14 يوم عاد كيزاد، ما شفتو اللي حتى تكرفصت عليه. ايه وناض القرع يدرنا حذر كانوا نسخون، قتل لي الولد، مات الولد، مات الله يرحمه، وانا باغي نخرس في ولدي بلا ما نطلق على وهادو هارون الرشيد. قال له القرع انت علاش قتلت له الولد والعمر عزيزه عند ربي؟ قال له يا ملك اسمح لي. كيفاش انا هاد الناس كلاو شربوا تبرعوا نشطوا مع راساتهم؟ ايه ملي دخلوني ما بقيتش ناقل على روحي كاع في راني، والولد يعني ما تحرك ما زقى ما والو، يمكن كان ميت. هارون الرشيد قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودرك واش مبغيش؟ قال له باغي نخرج في ولدي. شوف مول الخير كي يصرالو. قال له واه تحكم عليكم المحكمة ديال جلالة الملك هارون الرشيد، إيه باللي القرع غادي يدي عندها المرأة حتى تولد ويجيبها لك. كي قال القرع؟ قال له المحكمة حكمت روح جيب المرأة، ما غاديش ناكلوها، غادي نجيبو لك ولدك ودي ولدك ودي مرتك. الله يا سيدي واش أنا هاد الشيء؟ قال له صافي المحكمة حكمت. القرع قال له روح جيب المرأة. أسيدي قال له راني سمحت له. كي قال له القرع؟ قال له أنا ما نسمحش يا سيدي، بغا ولدو نجيبو له ولدو، واش حنا هاد الشيء فيه التعرير؟ نجيبو له ولدو. أسيدي قال له غير الله يسامح. قال له القرع؟ قال له أنا ما نسمحش يا سيدي. ما تسمحش؟ ايه خينا مول المراه. قال له سيدي راني سمحت له بلا ما غادي يضر لك على انت. هارون الرشيد قال له صافي يا القرع، ملي يسمح لك عليه بقيت على اه اسمح لي. واش حنا ما نتزوجوش؟ حنا نضيعو؟ ما نضيعوش يا سيدي. هو ثانيه خرج امور الحمار حتى هو جا داخل. اسيدي وانت واش كاين؟ قال له الله الله يا سيدي عندي واحد الحمارة زايلة نسقي عليها نحطب عليها نحرث عليها نسوق عليها. ايه جاو هاد الناس يعني الحمارة قاعدة لي باركة لي بالقنطار نتاع القمح. قلت لهم يا جماعة رفدوا معايا. ناد القرع قال لي انت قبض الحمارة من الوذنين وانا من الخراريب ونوضوها. ايه وليا القرع ما يشفد شي الحمارة ما الزنطيط ويمترها قطع ليها زنطيطها. قال له القرع وانت كيسرى لك؟ القرع ضحك قال له يا مالك زنطيطها راه شي قديم قديم. الملك بقى يضحك قال له كيفاش قديم؟ اوا قديم راشي واش غادي ندير له؟ يا وليدي خدموه بلا ميزو اوا قديم واش غادي ندير له؟ قال له درك واش باغي؟ قال له باغي نخرج في الحمارة نتاعي. قال له واه ولدي ما قلتش العيب باغي تخلص في الحمارة؟ ايه قال له تحكم عليكم المحكمة ديال جلالة الملك هارون الرشيد، ايه باللي القرع غادي يدي عندها الحمارة حتى تنبهت الزنطيط ويجيبها لك. قال له القرع؟ قال له روح جيب الحمارة ليه ليه زنطتها وزنطت والديها، احنا ما مطفريناش ما مطفريناش. اسيدي ما عنديش علاش نسقي علاش نحطب علاش هادي؟ قال له روح جيب المدغورة بلا ما نكعرلو. أسيدي راني سمحت له سنيه هو سنيه وجا خارج وطلب الشباب دخلوا المحاضرة. هارون الرشيد شاف الطلبة طرح راسو للأرض. الطلبة وانتم واش ما بغيتو نجوم الأرض ونجوم السماء ياك لاباس؟ قالوا له أسيدي شت هذاك الجرف اللي فيه 100 ميط؟ قالوا له رحنا قال لهم شتو إيوا الشيخ ديالنا كيقرينا في عمرو 95 سنة، إيه وهذا القرع جا مهود مع هاديك الميات ميط طاحنا على الشيخ قتلو، مات مات. القرع وانت كيسرالك اللي طايح مع ميات ميط ما تهرست ما صرات لك حتى حاجة كيفاش؟ قال له يا مالك ذم عليا غادي نقول لك. كيفاش؟ قال له أنا قلت لي انت غير عمك ولكن عمي
قلت غالي تسلك هذا مات له الولد، الروح عزيزة عند الله، هذا نقلع له الزنطيط الحمارة. قلت أنا كيفاش قاع هارون رشيد غادي يسمح لي أنا وعمي، ولني الروح عزيزة. قلت أنا اللهم نطيح مع ذاك الجرف، شوف شوف ولي الحياة والحشمة. قال أنا قلت نطيح مع هذاك الجرف نموت وما نجيش عندك يا مالك تقطع لي راسي. إيه نطيح معاها الجرف الساعة هانت تشوف عاود واش متوقع. قال لهم اضربوا انتوما باغينا تخلصوا في الفقيه نتاعكم. قالوا له نعم. قال لهم ولادي عندكم الحق، تحكم عليكم المحكمة ديال جلالة الملك هارون الرشيد. ايه راكو عاقلين على القرع فين طاح؟ قالوا له عاقلين اسيدي رانا عاقلين البلاصة فين طاح. قال لهم ما عندي ما نقول. قال لهم غادي تديو القرع ثما ايه وغادي تكتفوه ايوا وانتوما يا الطلبه غادي تجيبوا الراس الجرف ايه وغادي تنقزوا على القرع بالواحد. الطلبه بقاو يشوفوا تنقز السي طاهر. عاودي انا ما نقدرش تنقز انت السي عبد الكريم. يا سيدي انا ما نقدرش نتخ واحد قال لهم اصحابنا على الفقيه مات مات الاجل ديالو كمل وحنا غادي نطلعوا مع ذاك الجرف وغادي نهودو بالمية غادي نتقرضو ما نوصلو الأرض غير غير نقطعنا. يا سيدي رحنا سمحنا له. قال لهم القرع قال لهم لو كان سمحتو قبيل ما درك من وصلنا المخزن ما فيها سماح. أنا راني غادي وبلا ما تكتفوني راني غادي نمشي ثما وانتوما الطلبة طلعوا الراس الجرف ونقزو عليا صافي انا ميت ميت. قالوا له سيدي رحنا سمحنا له. قال لهم القرع انا ما نسمحش صافي يا سيدي يلاه تخلصوا في الفقيه ديالكم. انتق هارون الرشيد دار في القرع. قال له صافي يا القرع بلا ما تظل تكعلل الناس سمحوا لك الله يجعل البركه. التربه سنيو سنيو باللي سمحوا له. القرع حتى هو سنيا ارانا ملي سنيا القرع مشى عند عمو جاب الغلم جاب البقري جاب الخير ديالو كل شيء ولا على يدو الرزق نتاع باه وعمو خرج بيديه. حكايتنا مشات مع الواد الواد وحنا بقينا معاكم يا الناس الجواد. عمول الخير يدي الخير والسلام عليكم. ورحنا زايدين في الحكايات غيلاك من رمضان الشيخ علا كيخليكم هذا الفيديو تراث داخل الوطن وخارج الوطن. وكنشكروا الناس اللي راهم متبعيني على القناة ديال اليوتيوب ديالي والسلام عليكم ورحمة الله.